30 سنة شغال في الشرطة، 35 سنة أحمد عبد الظاهر علي، كنت شغال في السياحة ونقلوني في المنشآت، 35 سنة عاطين لي مطلعين لي على المعاش الشهر ده يوم 10 أهوت باطل باطل يوم 10 وسيادتك أهوت عاطين لي 12,000 جنيه بعد 35 سنة، 12,000 جنيه ومطلعين معاش على 700 جنيه اهم سيادتك يرضى مين، وكاتبين لي في الجورنال تطلع على معاش 102 ولا 120 او طالع على 70 جنيه اهو، وطالع على 12 جنيه 12 جنيه 12,000 جنيه يعني يعملوا لي قف بعد 36 سنه، ده حرام يعني اشتغل وايت واحد دم وسني كبير ما اعرفش اشتغل في اي حاجه تاني، ما اقدرش اي عايزين لي 12,000 جنيه و700 جنيه في الشهر وانا معايا 7 افراد ما ياكلوش حد، ما هو اللي يرسي عليا هيرسي على الناس دي كلها، ده حرام يعني، وكاتبين لي في الجورنال النهارده تاخد 120 جنيه وده كذب كله، ده كذب كله حرام يعني، ظلم ولا مش ظلم سيادتك الشيك فؤاد اهو انا لسه مستلمه دلوقتي، والله مستلمه دلوقتي 12,000 جنيه و700 جنيه اللي هاخدهم في الشهر. 35 سنة خدمة. بعد 35 سنة مكتوبة اهي. 35 سنة خدمة. جهة معينة. يا ناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كيف حصل لقذافي؟ كيف حصل لحسني مبارك؟ كيف حصل لابن علي؟ الدنيا فانية ولا يبقى إلا وجه الله. ولا يبقى إلا وجه الله. ولا يبقى إلا وجه الله. يا ناس اتقوا الله فينا. ما احناش عارفين ناكل. ما عندناش لاقي والله ما عاد لاقي الا اللي رغيف العيش، والله ما عارفين نجيب اللحمه في رمضان في العيد، يا ناس اتقوا الله، فلوس المدارس سرقوها، الضابط جايب له 500 جنيه والفرد 15 جنيه 15 جنيه، البطانه في الوزاره بطانه وسخه، بطانه ظالمه، بطانه فلول الحزب اللي عايزين بس احنا طالبينه منهم العدل والمساواه، الساده الضباط اما ياخدوا بدل مخاطر، هل احنا مش بخاطر زيهم؟ احنا مش بخاطر؟ هل الوقت لما بنطلع ماموريه، احنا لما بنطلع ماموريه دلوقتي الظابط بيبقى من ورا ولا من قدام؟ احنا اللي قدامه، احنا اللي بنخاطر بنفسينا وبنخاطر بارواحنا، ويجي في الاخر يقول لك الظابط فلان تركي استثنائيه عشان مسك مخدرات ومسك حشيش، مين كان فين الظابط؟ كان فين؟ واحنا اللي قدامه، واحنا اللي بنموت، فين؟ بدل والظابط بطل اختار، والظابط بيودي ولاد المدرسه وعربيات الشرطه، بيعالجوا ولاده بتتعالج، واحنا فين؟ احنا فين احنا؟ احنا عايزين العداله بس، عايزين نعيش، عايزين ويا ريت بيعاملونا زي ما بيعاملوا الناس، ويا ريت، والمواصلات انا معايا كرسي في الشنطه دي، بركب في السيمنس وبركب ورا الباب، الكرسي في الشنطه اهو، الكرسي في الشنطه اهو، الكرسي في الشنطه اهو، اهو بفرد الكرسي وبقعد بيه، ادي الكرسي يا باشا اهو، الكرسي اهو، والعربيات بتخدم السادة الضباط، والعربيات بتخدم السادة الضباط، واحنا بنركب في السبنسة وابن الشعب تعال دويس تعال المكيف وحسبي الله ونعم الوكيل، انا راجل من المنيا بقالي 11 سنة هنا، بقالي 11 سنة ومعايا اخواتي 7 وام مرة عايز البصر واختي معوقة، اقسم بالله الكلام اللي بقوله ده حقيقي، وهنا وبيقول لك عايز 3 سنين تقرير امتياز، طب انا اجيب له منين؟ مراتي اللي في البيت مش لاحق عليا، مراتي اللي في البيت دي اسيبها لمؤاخذة تطلع بره، مش لاحق عليا مراتي دي مش لاحق عليا، عيالنا ما بيسمعوا كلامنا لانهم مش شايفيننا، شايفين اعمامهم ما بيشوفونيش الا كل مره كل اسبوع وكل اسبوعين، فعلا بتوع المنيا بتوع الصعيد حرام ان انت تقعد 10 سنين وفي الاخر تقول امتياز، امتياز ازاي؟ لو غبت دقيقه واحده بس هتعمل له مذكره والظابط ممكن يبقى قاعد في بيته يحضر المنتزهات ويحضر الافراح ويتحضر، تيجي ازاي؟ وساعات الظابط يجي من تحت يقعد في الكابينه ويقعد في البوكس بتاعه ويلاقيها لا الدفتر اتحضر، ليه يا عم؟ هو انت مش بني ادم ولا بني ادم؟ هو انت ولا ابن تسعه ولا انت في ايه؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك، اتقي ربنا فينا.